أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في حصاد الرياضية، والليلة نتحدث عن شؤون كرة القدم الأردنية ونتحدث عن نادي شباب الأردن. ضيف الحصاد لهذه الليلة معالي سليم خير رئيس نادي شباب الأردن، يسعد مساك. يا أهلا، مساء النور. يمكن لسنوات ثلاث سنوات تقريباً بعيد عن الإعلام. ثلاث سنوات صحيح. ليش كل هالغيبة؟ والله ما في شيء نحكي فيه، كل شيء كلها محبطات. إذا ما نطلع نحكي بالرياضة لا جديد، لا جديد. إنجاز المنتخب لم يغير من طبعاً المنتخب هو إنجاز الأعظم صراحة في تاريخ كرة القدم الأردنية هاي المرحلة، واتمنى دائماً إنه يستمر. أنا يعني متفائل في هذا المنتخب، منتخب جيد، المدرب أعتقد إنه قادر أن يقود الفريق لإنجاز، لكن هاي كرة قدم دائماً لازم يستعد استعداد تام، وأعتقد إنه الاستعداد لحد الآن أنا مش شايف استعداد تام، لأنه في بعض كثير من لاعبين المنتخب لحد الآن ما بتدربوا في بعضهم، لكن بتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله يعني. نعم. تأهل كأس العالم إن شاء الله. سنتحدث كثيرا عن شؤون كرة القدم الأردنية، لكن نتحدث عن نادي شباب الأردن وتحضيرات نادي شباب الأردن، والذي يبدو يستعد شباب الأردن لهذا الموسم بشكل مختلف، تحضيرات لأن يكون الفريق بشكل آخر وبشكل أفضل مما ظهر عليه في المواسم السابقة. شوف يعني إحنا خلال الثلاث سنوات الماضية أربع سنوات الماضية كان عندنا مشكلة تسجيل اللاعبين. في هذه الفترة اعتمدنا على الفئات العمرية، لكن يعني كنا حابين نستمر مع الفئات العمرية بإضافة بعض اللاعبين، لكن بتعرف قرار الاتحاد الأردني اللي أعلن أنه هبوط أربع أندية أصبح الأمر خطر، فبدك لاعبين يعني عندهم خبرة. بنفس الوقت صدمنا في موضوع الشكاوى اللاعبين، يعني كان عندنا شكاوى بتقريبا حوالي 500,000 دينار، استطعنا أن نغطي هذا المبلغ من أمام الاتحاد، وطالبنا الآن برفع الـ يعني نقدر نسجل لاعبين لسبعة تقريبا ثمان لاعبين، وإن شاء الله نقدر يعني ما بدي أحكي على موضوع منافسة، لكن الفريق راح يكون مستعد وراح يكون فريق مش سهل يعني. لاعبين سجلناهم الحمد لله يعني لاعبين ممتازين إن شاء الله. قرار معالي سليم خير، قرار اختيار الجهاز الفني بقيادة محمود شلباي، دائما شباب الأردن يقدم دائما المدربين الوطنيين. شوف أنا بآمن بالشباب الأردني، أول إشي إحنا جربنا تجربة سابقة مع الكابتن محمود الحديد مع كابتن وسيم، كلهم كانوا يعني عقد المسؤولية، وأعتقد إنه محمود شلباية وحسن عفتاح والجهاز الموجود معه جوعانين يعني بدهم يعملوا إنجاز، وأعتقد إنه قادرين إنه يقود الفريق ل يعني مراكز متقدمة إن شاء الله. وبتعرف لاعبين منتخب سابقين رغم إنه قلة الخبرة عندهم فيما يتعلق بالفرق الأولى، لكن أعتقد إنه قادرين يقودوا الفريق، وأنا متابعتي للتدريبات خلال الأسبوعين الماضيات أعتقد إنهم يعني جهاز جيد إن شاء الله. التعاقدات اليوم سبع إلى ثمان لاعبين، سبع لاعبين، وبكرة راح نوقع عقد مع واحد. هذا لتدعيم الفريق وأن يكون مزيج ايضا مع الفئات العمريه، وله نحكي شباب الاردن اليوم مع هذه الفتره الحساسه خصوصا مع هبوط اربع فرق سيعتمد على اللاعب الجاهز اكثر من اللاعب الناشئ. شوف اللاعبين حتى الشباب احنا جاهزين، بتعرف احنا خلصنا بشهر خمسة لاعبين شباب كلياتهم، يعني ما عندهم مشكله فيما يتعلق في العوده فنيا، لكن بالطبع اللاعبين الجداد اللي اجوا هي عباره عن يعني دعم للفريق الموجود بحكم الخبره اللي عندهم موجودين، لاعبين سبع لاعبين اعتقد كلياتهم عندهم خبره وراح يفيدوا اللاعبين الشباب. تعرف لاعبين الشباب لساتهم في بداية يعني عمرهم الكروي، لكن أعتقد أن هذول الشباب اللي إجوا جداد بالإضافة إلى اللاعبين الفئات العمرية تقريبا كانوا تقريبا السنة الماضية كانت تقريبا 85-90% من الفئات العمرية قادرين إنه نحقق إنجاز أو أقلها يعني نبتعد عن الهبوط هذا العام. اليوم أصبحت كرة القدم هي مال، وأنت ممكن من أكثر عندي إدارة للمال عندما توفر المال، استطعت أن تحقق بطولات وأن تحقق لقب أيضا آسيوي. هل شباب الأردن بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها كرة القدم الأردنية أصبح هدفه في دور المحترفين كنادي أن يظهر بشكل لائق، أن يكون بعيد عن مسألة وخطر الهبوط وأن يكون في منتصف الترتيب؟ لا، هو إحنا أجبرنا يعني. نعم. عمره ما كان شباب الأردن يبحث على مواقع يعني مراكز. نعم. متأخرة، بالعكس، لكن الظروف المالية بصراحة أنت لما تكون عندك تمنع من التسجيل على مدار ثلاث سنوات صعب جدا أنك تبني فريق قادر على المنافسة. نعم. لكن الآن الحمد لله إحنا يعني أنهينا موضوع أوضاع اللاعبين، لكن يعني ما بدنا نحكي يعني لمرحلة معينة الآن، لكن يمكن السنة الجاية يمكن كمان يضاف علينا مال جديد. تعرف. نعم. أنت اللاعبين هذا تراكم كل موسم، رغم لأنه السبب الرئيسي أنه ما في دخل للأندية، بتعرف إحنا ما في راعي
للدوري غير التلفزيون الأردني. نعم. بالإضافة تقريبا 20-30 ألف دينار زيادة، فالمشكلة راح تظلها موجودة والمشكلة راح يعاني منها الأندية الآن. وأعتقد أنا عندي خوف كثير على كثير من الأندية إنها تصل لمرحلة إنها غير قادرة حتى تدفع رواتب اللاعبين ولا حتى تدفع أي شيء من مستلزمات الفرق الفرق. نعم. وهذا ما جعل عدد من اللاعبين يعني اللي عندهم عطاء وما زال باستطاعتهم أن يقدموا العطاء أن يتجهوا إلى الابتعاد عن كرة القدم وإلى الاعتزال. طبعاً طبعاً، يعني أي لاعب لو بتطلع على منظومة كرة القدم الأردنية الآن للأسف ما في مستقبل. يعني إحنا بنركز على المنتخب، إحنا على المنتخب الحمد لله لو ما الأندية واللاعبين الموجودين بالأندية ويعني دعم الاتحاد ماليا وتنظيم معسكرات ما وصلنا للنتيجة هاي. لكن كمان لازم يعني نتذكر شغلة واحدة، إنه الأندية الرئيسية، الأندية هي الركيزة الأساسية للمنتخبات الوطنية. إما يجب أن يكون هناك، ما بطلب دعم أنا، يعني موضوع الدعم نسينا، لأنه الدعم يأتي من الحكومة، ولكن للأسف الحكومة تدعم الاتحاد والاتحاد الأردني وليس الأندية. يعني الدعم اللي بيجينا من وزارة الشباب مبلغ ضئيل 16,000 بالسنة، يعني هذا لا ولا شيء. لذلك أنا بقول إنه لازم يكون آلية معينة، إما الأندية تتجه باتجاه للرابطة وتعلن إعلان تعلن إنشاء الرابطة وتأخذ مسارها، وإذا نجحت نجحت وإن لم تنجح انتهينا. يعني إحنا اعتمادنا إنه الاتحاد الأردني يدفع لنا مصاري ما في، اعتمادنا على الحكومة، يبدو أن الحكومة عندها أولويات كثيرة غير الرياضة. نعم. خاصة بالمراحل هاي الوضع الاقتصادي السيء، لذلك اعتماد على الشركات. الشركات إذا بدها تدعم كرة القدم الأردنية لازم يكون قوانين تساعدها بإعفاء الضريبة، لكن للأسف الإعفاء الضريبي فيما يتعلق في الرياضة معدومة نتيجة سياسات وزارة المالية. بصراحة هي وزارة المالية بتنظر على أي يعني راعي بده يدفع لأندية، الإعفاءات هاي لازم تروح الخزينة مش إعفاءات تروح للداعم. لذلك عندنا مشاكل كثيرة يعني صراحة، وفي أي شيء مشجع للداعم وما في ما في لحد الآن ما في يعني دراسة ولا استراتيجية. إحنا مش مع استراتيجيات فيما يتعلق في فريق المنتخب الوطني أو نادي معين، لكن ما في استراتيجيات بما يتعلق بكرة القدم الأردنية. إحنا لازم نقعد ونحكي مع الشركات، نلاقي آلية نعدل قوانيننا الصراحة وأنظمتنا. إحنا إذا ما ظلنا نحكي بنسمع بالفترات الماضية بنحول أندية إلى شركات، أنت لا تستطيع تحويل أندية إلى شركات إلا ما عدلت القوانين. الأندية كلها اللي إحنا قاعدين فيها لا نملكها أصلاً في أي شركات اللي بنحكي عنها. لازم يخلينا نحكي بمنطق ونحكي بموضوع كرة القدم الأردنية ونلاقي يعني آلية من قبل الحكومة، من قبل الاتحاد الأردني والأندية والشركات، حتى نلاقي طريقة لإنقاذ الأندية الأردنية. أبدأ أقول لك بتقدم إذا ما إنقاذ الأندية الأردنية في هذه المرحلة، السنة هاي راح يكون مأساة، وراح السنة الجاية راح نلاقي عقوب، راح نلاقي مشاكل أكثر مع اللاعبين، وراح نشوف حتى الأندية الكبيرة راح تواجه هاي المشاكل لأنه ما في دخل مالي لكل الأندية. ممكن أن نشاهد كما شاهدنا الموسم الماضي في أحد جولات بطولة الدوري تعليق مشاركة من قبل الأندية؟ والله كل شيء موجود، يعني إحنا الأمثلة موجودة. يعني أنا يعني ما بحكي ما يعني صعب جدا توقف دوري، خاصة في أنت بتحكي على كأس العالم كلياتنا. نعم. مع المنتخب الوطني. نعم. لكن إحنا بنتمنى الاتحاد الأردني ينظر بعين العاطف، بدي أستعمل كلمة، على الأندية الأردنية، لأنه هاي الأندية الأردنية لما وقعت في هاي المشاكل المالية ليست هي المسؤولة عن هذا المشاكل المالية عندها، هي بتحمل جزء من المسؤولية، بتحمل الاتحاد الأردني جزء من المسؤولية، لذلك إحنا لازم نقعد ونحاول نحل الأمور. لكن للأسف بصراحة الحلول بعيدة، لأنه الاتحاد الأردني يعني يبدو أنه لما يحط هذه اللجان برفع إيده وبترك اللجان تتصرف زي ما بدها، رغم عندها حق، لكن بنفس الوقت أنت بيقولوا مظلة كرة القدم الأردنية، أنت ليس مظلة لا منتخب ولا لاعبين فقط، الأندية هي الأساس، أندية هي الأساس للاعبين والمنتخبات، بدك تلاقي آلية إنقاذ هذه الأندية، الآلية بنلاقي كلياتنا نتعاون فيها. أما نترك الأمور يومياً بس فرض، يعني أصبحنا الآن فقط الأندية نقعد هون نستنى فرض عقوبات علينا، هذا اللي عم نعمله الآن وبنحاول نحل أمورنا. طيب اليوم لما وضع الاتحاد بخصوص الموضوع المالي سقف مالي للأندية وتجاوزت بعض الأندية هذا السقف وتراكم بعض الديون، هل باستطاعة الأندية الالتزام بالسقف المالي؟ وفي حال التزام بالسقف المالي اليوم مش المفروض أنه يوفر مستحقات اللاعبين ورواتب؟ شوف أنا مع السقف المالي، أنا ما عندي مشكلة السقف. نعم. المالي، واللي عنده إمكانيات يرفع السقف المالي ما في مشكلة. أنا بحكي بشكل عام. نعم. إذا بضلنا نحكي بموضوع السقف المالي كل سنة ينزل منه، السنة مثلا السقف المالي 174,000 دينار بينزل منه 15%، فيعني أنت بصفيت أنت بتتعامل مع 150,000 دينار بالإضافة اللي بيجيك على هذا. لكن إحنا كأندية، أنا بدي أحكي كمان أبعد يعني
المسؤوليه عن الانديه، احنا متحمل المسؤوليه، لكن بنفس الوقت احنا تركنا نتصرف هيك، ولما وقع الفاس بالراس اجت العقوبات علينا واجت التعليمات واجت اللجان. كان لازم من البدايه انه يكون في دراسه انيه يعني شوي شوي حتى نحل الامور. اما بيصير انا مثلا والله انديه مرقت بكورونا، مرقت بوضع مالي سيء، فجاه اصبحت هناك لجان في الاتحاد الاردني، لجنه الماليه، لجنه العقوبات، لجنه هذا، فجاه كلياتها والتاديبيه والهذا كلهم اشخاص بعيدين عن كره القدم الاردنيه بالمناسبه، بتطلعوا على قوانين ولا ما بلومهم، عنده تعليمات بطبق التعليمات. لذلك يجب ان يعاد النظر في موضوع التعليمات. الموضوع مش انه انا مش انه الانديه اخطات بدي اعدمها، هذا الخطا زي ما احنا والله لاعب اخطا اعدمه وارميه. طبعا سليم خير، مثل ايش التعليمات؟ التعليمات اللي يعني تغييرها لصالح الانديه بيكون ما في، احنا بشوف التعليمات 90% مضبوطه، لكن انا بحكي انه في بعض التعليمات يندع يعني لازم يكون لك تشاور. يعني احنا كنا عند خبره رياضيه يمكن يكون قد مخطئين، قد يكون على صواب، مش اللي بحط التعليمات دائما هو على صواب، لازم ينبحث الموضوع هذا بشكل عام. هاي مشكلتنا تشاوري. هلا بالالتحاب بقول لك انا ببعث لك، لا انت بتبعث لي حتى لو اجبناك ما بترد على الاجابه، لانه الاجابه معظم الاحيان لمصلحه الانديه. فلو في عندك نيه لانك بدك تساعد الانديه كان بتوافق على هذه الاجابات، لكن خلص انا بعتقد انه الاتحاد خطه واضح، ما بدي اذكره الان، ما يعني الايام بتبينه ان شاء الله. نعم، في حال اليوم واحنا بنتحدث عن ما بين اتحاد كره القدم وانديه المحترفين، بتشوف اليوم الانديه تنفق في بعض الاوقات، لو تحدثنا بالشكل العام الان عن كره القدم الاردنيه ونتحدث عن الان فتره التعاقدات، هل المبالغ التي تصرف في بعض الاوقات تتناسب مع حجم المنافسه وحجم العطاء لدى اللاعب؟ يعني لما نسمع اليوم في عقود لاعبين 100,000 70,000، نسمع اليوم بعض الانديه بيقدم للاعب 100,000 150,000 دولار، نحكي على مستوانا اليوم كأردن هو هذا الرقم، نخجل أن نذكره اليوم كإعلام أمام كرة القدم، أصبحت الأموال فيها بأشكال وبأرقام مضاعفة عن هذه الأرقام. لكن اليوم إذا بتحدث عن تجاوز الدوري 60,000، بتحدث عن عطاء اللاعب داخل الملعب، كل هذه الأمور اليوم اللي عم بنشاهدها، وفي نفس الوقت نتحدث عن ضائقة مالية. شوف احنا كل أصلاً كل منظومة فيها أخطاء. يعني البنية التحتية أول شيء، يعني لما تطلع بنية تحتية اللاعب لما يجي يتدرب كل يوم على شارع حشيش اصطناعي، وبعدين بيلعب بالأسبوع مرة واحدة حشيش طبيعي، كل هذا بأثر عليه فني أصلاً بدنياً وفنياً. صحيح. الموضوع الثاني، هناك بعض الملاعب، أستاذ الملك عبد الله أنا بستغرب لحد الآن له سنتين ما يعني ما بفتح. كل هذه الأمور مجتمعة بتخلي الدوري الأردني ضعيف. يعني أنا بدي أصل لك إذا ما في ملاعب، إذا لما تروح تلعب على البتراء، لما تروح تلعب على الأمير محمد، وفي شغلة مهمة، هلا 12 نادي بيلعب، هناك تفرقة وين كل نادي يلعب، مع احترامي للجماهير، هذول 12 أندية متساويين. ما بيصير تقول لي والله العب على استاد عمان على ملعب حش طبيعي، وروح انت العب على مين محمد. مش اليوم انت تختار النادي ولا اليوم الاتحاد هو انا بختار، لكن الاتحاد بالاخير هو بوافق. فانا هذا جزء من المشكله عندنا، البنيه التحتيه ما بتخلي الشركات تيجي تعمل لك راعي سبونسر. الله يكثر خير التلفزيون الاردني وسيدنا وسمو الامير علي ظل وراء على موضوع ريع التلفزيون. لو ما روع التلفزيون الان وين بتعتقد الانديه موجوده؟ ما في انديه كان. فعندنا زي ما حكيت انت مثلا موضوع الجائزه 60,000 دينار، اي يعني في بعض الانديه مصروفها الشهري مره ونص على قد جائزه التلفزيون، جائزه عفوا الدوري. طب لو تم تشكيل الرابطه، لنفترض اليوم الانديه اتفقت واتخذت هذه الخطوه وتم تشكيل الرابطه، هل سيكون الحال افضل لكم؟ شوف كأندية؟ اعتقد انه الحال راح يكون افضل، لكن انا في شروط اقول لك. ليش انت يعني ما يتحرك 12 نادي مع سوا، 12 نادي مع سوا حتى يطالبوا حقوقهم بمجلس اداره واحد، مع وجود رئيس للرابطه وامين عام من خارج الانديه. احنا بنحكي على رئيس رابطه وامين عام وجهاز هو يدور على راعي. احنا ما يعني المشكله الناس بتطلع على بتقول لك الرابطه بده يكون رئيسها من رئيس نادي واعضائها، لا ما في رئيس نادي. صحيح. ستفشل. انا بحكيك من الان، انت بدك تعين السبب الرئيسي عدم انشاء الرابطه هي الموازنه. انا كيف بدي تقول لي انشئ رابطه الان وانا ما عندي موازنه ولا تعريفه؟ كيف بدي اخذ مبنى؟ طب كيف بدي اعين من وين بدها تكون؟ ما بعرف. هذا الاتحاد والحكومة اللي تتعاون فيها. إذا الاتحاد عنده رغبة إن إنشاء رابطة، خصص نص مليون دينار 600,000 دينار موازنة لأول سنة ونشتغل على الرابطة. إذا فشلنا نتحمل مسؤولية فشلنا. أما إنه نضل نقول إنه الرابطة وسبحنا الرابطة والرابطة ما بتصير، الرابطة ما بتصير بدون فلوس. أنا كيف بدي أعمل لو بدي أنا أسجل مبنى
انا بالنسبه لي انا ما برضى ان يكون رابطه مركزها في الاتحاد. انت اليوم بدك انت اللي تروح التسويق مثلا، نفترض صارت الرابطه والان بدك حجر الاساس اللي هي نحكي نص مليون حتى تنطلق من خلالها، هاي مصاريف اداريه. قادر الانديه اليوم انها تتحرك وتجيب رعاه او انها تحصل الارقام مصاري ما بتتحملوا مصاريف ايضا اخرى؟ اخي لي نعم. شو الراعي اللي بيجينا؟ تلفزيون الاردني راح يبطل عنا؟ ثابت نحكي منطقي. نعم تلفزيون ثابت، اي اضافه بنجيبها احنا ما في مشكله، لكن انا بحكي على تاسس. سمو الامير علي اكثر من مره حكى موضوع الرابطه، واكثر واحد كان مشجع الرابطه، انا كنت عضو مجلس اداره ودائما الرابطه، لكن انا بحكي انه اذا الرابطه بدنا اياها بدها دعم من الحكومه من الاتحاد لانشائها، وتترك الامور بعدين للانديه. كلنا يعني احنا بتحكي على 12 نادي، بعدين فيك انديه من الاولى، في يعني في نظام موجود اصلا حاليا، لكن انا بحكي اذا بتعمل رابطه بدها موازنه، بدها رئيس، بدها امانه عامه، مختصين فيما يتعلق في الـ في الـ في الـ يعني يجيبوا رعاه. احنا قادرين، انا بقول لك انا امام الكل، احنا قادرين اكثر من الاتحاد الاردني نحصل ريع. الاتحاد الاردني ما حصلنا ريع السنه، جاب لنا مثلا حتى يعني الشركه هاي اسمها تبع الكاس 25000 دينار بالسنه. انا اعتقد لو رحنا احنا رؤساء اندية على اي بنك بنحصل 50000 دينار، بنحصل 100000 دينار، بنحصل يمكن نص مليون دينار، لكن احنا ما عندنا صلاحيه نعمل شيء، ما عندنا صلاحيه. انت بتروح تخاطب الشركات على اي اساس؟ احنا مش قادرين نخاطب التلفزيون الاردني اللي هو حقنا الان انه خاصه بالتلفزيون الاردني بتوقيع الاتفاقيه، احنا طرف فيها، جزء منها بروح للاتحاد الاردني، هذا كلياته برجع لنا لو احنا بنعمل رابطه باتفاق طبعا مع الاتحاد. عند الحديث مع الاتحاد في هذه النقطه والكلف التشغيليه، الحديث وفق اتحاد الكره بان هنالك كلف تشغيليه وهي اجور حكام صحيح مبلغ ما يقارب الـ انا ما بحكي صحيح، لكن الاتحاد على خلينا نحكي الامور اللوجستيه، خلينا نفترض انه هذه في كلف تشغيليه، طب الفلوس اللي بتيجي من اللجنه الاولمبيه ولا الحكومه ليش ما تروح من التشغيليه ويترك لهذول الانديه؟ يعني بسيط، هو مبلغ بسيط، مش بسيط لما يطلع لك كل نادي 20,000 ليره بالسنه مش افضل عشان ما ضلوا كل دقيقتين اسبوعين بقول لك بدي اوقف الدوري؟ مش محرجه. انا بيجي 2 مليون ونص بالحكومه، بيجي 1,650,000 من هذا، بستغني عن ال 400,000 ليره اللي بيجون من ال، وهي مش بس موضوع التلفزيون، اي راعي بيجي الاتحاد الاردني بياخذ جزء منها. طب اوكي خلينا نقول هالشغله، الكلفه التشغيليه من التلفزيون كانت تصرف، طب ليش الرياديه كان ياخذ من نص مليون دينار؟ ما هي كلفه تشغيليه كمان؟ فاحنا بدنا تعاون مع الاتحاد، الاتحاد ينظر فقط ما يكون الاتحاد الانديه عباره عن ند، احنا مش ند، احنا تحت مظله الاتحاد كانديه، لكن نطلب التعاون، نطلب انه نحس انه الان في تعاون ما بين الاتحاد. انا ما بحكي على سمو الامير علي، سمو الامير علي بعيد، انا بحكي الان عن امانه عامه ومع اعضاء مجلس الاداره. سمو الامير علي بالعكس على التوجيهات دائما، احنا ما اجتمعنا معاه كان واضح بدعم الانديه وما زال بدعم الانديه، لكن انا بحكي الاداره الحاليه في الاتحاد الاردني سواء من نائب الرئيس او او, أو الامانه العامه او اعضاء مجلس الاداره سواء الممثلين من عن الانديه او التابعين. خير تخدم خطوه بالمشاركه ولاجل المنتخب الوطني والمصلحه العامه للكره. السبب الرئيسي فقط لاجل المنتخب الوطني. نعم وكانت مشروطه، هل كان في مبادره اليوم من الانديه؟ هل شاهدتوا رد من الاتحاد بان يكون الحال افضل او استجابه؟ لا 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 ما في افضل ولا تم رد ايجابي على كل اللي بعثناهم ابدا بالكتاب الاخراني، وحتى باجتماعنا مع اعضاء الاتحاد الممثلين محمد سماره واحمد وركات قعدنا واعطيناهم طلباتنا، للاسف ما حدا رجع لنا. ممثلين الانديه اليوم في الهيئه التنفيذيه لاتحاد الكره ما بدي استعمل كلام، الله يعينهم، بس هن قادرين يجيبوك مش انا، ما بدي اسالهم هن. نعم بس اليوم انت كنادي اليوم انت اتخذت وصوت في من يمثل انديه المحترفين في مجلس وفي الهيئه التنفيذيه لاتحاد كره القدم، هل قادرين اليوم انهم يحققوا او مطالب انديه المحترفين ولا حالهم حال اليوم اي رئيس نادي هو بعيد؟ مش قادرين ومش راح يقدروا. اذا دورهم وفقط هم الشكلي، انا هذا رايي اسالهم. نعم ان انا متاكد 100% كان اعضاء بيطرحوا وجهه نظرهم مع الانديه، لكن المشكلة أنه هل أي قرار طبق؟ هذه المشكلة. حال يعني للأسف إذا بنتحدث يمكن بنتحدث عن مبالغ في كرة القدم اليوم بالشكل العام، يعني أنت بتتحدث يمكن أرقام 4-5 مليون بتحل مشكلة أرقام مخزية، يعني صراحة أحكي لك، يعني
يعني انا في حلول 2.5 مليون من الحكومه يشتغلنا على 1 مليون دينار من الاتحاد على ويعمل تقشف ما دام نعمل خفض عجز الموازنه. مليون دينار بالاضافه للمليون اللي بناخذهم بتحل المشكله عندي طبعا. طب ما بتخاف اليوم عليك مع الرقابه الماليه انا بالمناسبه انا مع الرقابه الماليه انا مع الرقابه الماليه بوجود دخل بتمشي الامور. الاتحاد الاردني ماشي انا ما بحكي لك متعلق بالامور الماليه وهذا بالعكس الاتحاد ماشي بالطريق الصح لكن على ايش؟ على 100,000 ليرة بتدخل النادي. انا بيدخل لي 200,000 دينار تعال حاسبني هيك انت هلا صراحه اللي عم بيشتغلوا عم ما تعلق السقف المالي كله صح يعني هذا لكن على انديه طفرانه انديه ما معها مصاري حتى الانديه الكبيره اللي لها دخل غير قادره تكمل لانه هذا فاتورته اعلى. يعني أنا لما تكون فاتورتي هلا 50,000 دينار بالشهر أو 30,000 دينار بالشهر ونادي عنده فاتورته الشهرية حوالي 90,000-100,000 دينار شو بدي يصير فينا آخر السنة؟ فأنا بس بطلب الاتحاد الأردني بتمنى على سمو الأمين علي وأنا بعرف توجهه إنه بدعم الرياضة الأردنية بالذات الأندية وأنا أكثر من مرة وأنا كنت عضو مجلس الإدارة والمنتخبات إنه يوعز لمجلس الإدارة ونائب الرئيس والأمانة العامة إنه يقعدوا مع الأندية ويبحثوا حلول. مش ممكن نضلنا هيك كل واحد يرمي على الثاني. احنا بننتقد وهنا في جلسه صارت ما بين اتحاد الكره وانديه المحترفين شو الجلسه كثير كثير انا ليش بحكي لك انه لازم الاعاز يكون يا اخي تعاونوا مع الانديه. احنا بنيجي عباره عن برمجه يعني خلص برمجه 1 2 3 بتبلغوك يوم 1 2 3 ما فيش يعني ما فيش باب النقاش مفتوح مهما تناقشت مش عم نحصل نتيجه وهذا اللي عم بيعمل زي ما بيقولوا فرستريشن ضغط على الانديه مش قادر يعني تضطر ان تقول لك انا بدي اوقف ما بقدر اكمل. واكبر مثال الاولى والثانيه هلا انا في مشكله الاولى والثانيه صحيح يعني ما بدنا نوصل يعني ليوم من الايام ان الاولى والثانيه والمحترفين يجتمعوا مع سوا ويجتمعوا هيئه عامه ويعملوا مشاكل ما بدنا يعني هاي ما بدنا نوصل لمرحله بدنا يعني ناس تفكر بعقلانيه وتقدم حلول حلول احنا بدنا حلول بدون ما بصير تضلك تعاقبني بدون حلول. قبل ايام مستضيف احد لاعبين الانديه المحترفين اللاعب عصام السميري حكى لي بالحرف حكى لي انا لعبت مع احد الانديه 48 شهر ما اخذتش غير راتب شهر واحد صحيح. 47 شهر بدون راتب معيش مصاري مزبوط. اوصل التدريب انا لما يوصل الحال للعنصر الاساسي في لعبه كره القدم لاعب كره القدم وحكى لي انا بدي كنت اعتزل وأترك موضوع كرة القدم وأشوف لأي مصدر دخل آخر وأشوف مستقبلي بعيدا عن كرة القدم والرياضة لكن وفق في عرض احترافي خارجي. وعدد من اللاعبين اليوم وأسماء معروفة بيقول لك ما أظل فيها أنا ألعب وأشحد راتبي كل 5-6 أشهر. طب اليوم إيش خلينا نحكي منطقيا وماليا إحنا بناخذ من التلفزيون قديش كل نادي 96,000 دينار على 10 أشهر مين في نادي لاعب بالأردن بيقبل عمله 500 ليرة الفئة العمرية عم بطلب 600-700 دينار فكيف النادي بده يكمل ويدفع رواتب بهذا المبالغ؟ وبعدين لو حتى لو رحنا على مؤسسات أنا أعطيك أمثلة على البوتاس أو الفساد بتروح دغري بقول لك إحنا أعطينا الاتحاد الأردني هذا أجوبتهم وكثير من الجهات نفس الجواب فإحنا نشعر من نافس بعض عمانا فأنت لا تقول لي إنه النادي ب 96,000 دينار او زياده 40,000-50,000 ليرة طب انت قادر تتحدث اليوم ما بده يدفع رواتب اصلا ولا سولر ولا 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 بيقدر ولا اواعي ولا يعني في مشكله كبيره يعني لازم تندرب بشكل عام. احنا فرصه المنتخب الوطني ان شاء الله يتاهل لكاس العالم وان شاء الله في اهتمام اكثر من الحكومات بالمنظومه كره القدم الاردنيه لكن بنفس الوقت اهتمام الانديه هو الاساس قبل كل شيء. طب عليك ليش من اليوم نتحدث وهاي يعني اذا بدنا نظن اليوم الانديه تحمل الاتحاد وتعتمد على الاتحاد راح نضل بنفس المربع مش معتمدين على الاتحاد انه اليوم او انه طالب بحقوقه من الاتحاد كون الاتحاد اليوم هو منظم للبطولات انه اليوم الحكومه تنظر للرياضه ولكره القدم انها على الهامش مش اولويه. طب ليش اعطت 2 مليون ليش تعطي 2.5 مليون للاتحاد يعني بنظرك هذا رقم جيد بغض النظر بغض النظر ليش تعطي 2.5 مليون معناها مهتم بالرياضه الحكومه اللجنة الأولمبية مش تعطي 1,650,000 أو 1,250,000 يمكن أكون بالأرقام شوي أنا يمكن مش دقيق لكن في الحكومة تدعم لكن وين بتتوجه؟ هذا اللي بنحكي هذا اللي بنحكي على التعاون احنا بنلاقي آلية بالمناسبة احنا ما بنطلب دعم من الاتحاد الأردني احنا عارفين الاتحاد الأردني موازنته ما بيقدر يعطي للأندية أصلا احنا بنحكي
ولا من طالب من اللي بيجينا من الحكومة، الحكومة بروح المنتخبات ما في مشكلة، احنا من طالب نقعد ونحط حلول، حلول. طب ما بيصير يكون الحل عقوبة. معالي سليم خير، اليوم شو في حلول ممكن الآن يعني تقدمها تساعد لحال أفضل نوعا ما؟ بنلاقي آلية. أعطيك مثل أيام مناصير يوم كان هو يرعى، نعم، ليش ما كان في مشاكل أول مالية مع اللاعبين؟ ليش؟ لأنه كان الاتحاد كان في يأخذ مصاري كان يدفع للاعبين، ما كنا نحس. طب فجأة راح المناصير، فجأة راحت الريادية. طب أعطيك مثل، الريادية ليش راحت؟ يا ريت توجه سؤال لا 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 للراعي. طب إحنا على حساب مين؟ حسابنا إحنا، حساب الأندية، إحنا اللي خسرنا. ابحثوا عن الأسباب. هذا السؤال وأنا تحدثت في أحد المرات بأنه كان حاب يستمر مع الاتحاد الكرة، ووجهت هذا السؤال في أحد الجلسات لاتحاد الكرة بأنه اليوم التعامل مع الرعاة بشكل كنت الراعي المدارس الريادية هو من ترك، وإحنا حتى الآن وإحنا حتى الآن لم يسدد باقي المستحقات. يعني ما زال أنتم بحاجة أو المزيد من الدفعات من قبل، واحنا اللي عانينا نتيجه هذا يعني عدم اتفاق مع الرياديه، احنا عانينا منها. احنا لحد الان نعرف ليش سبب الرياديه ليش راحت الاتفاقيه. ما دام احنا كنا عارفين انه ما مش راح نقدر نعمل نحصل رعاه، كان لازم نمسك بالناس. مين بيدفع مليون دينار الان رياضه؟ مناصير دفع 14 او 20 مليون على مدار 10 سنوات، مين بتلاقي واحد ثاني؟ ما راح تلاقي. فيعني احنا لازم، مفروض انا بظني اكرر، لازم الاتحاد الاردني بمنظومته كلها، مجلس اداره كاملا بالاضافه للشركات، بالاضافه يعني لو ندوه يوضع حلول ونمشي عليها. الحلول زي ما قلت انا لا تكفي الحلول الماليه، انه والله انا او العقوبات الاداريه وعقوبات اوضاع اللاعبين والعقوبات. احنا مع حقوق اللاعبين، طب حقوقنا وينها؟ احنا بدنا حقوقها من الانديه عشان تعطي حقوق اللاعبين. بالضبط. يعني اليوم اغلب رؤساء الانديه سبق لهم العمل بمنظومة عمل، وكان في عندهم عاملين، كان في قطاع خاص، وفي البعض عنده شركات خاصة. أتوقع ما في حدا بيقبل موظف عنده أو عامل عنده تأخرت له أسبوع. بالضبط. لاعب كرة القدم اليوم عند سلك ونادي شباب الأردن حاله كحال بقية الأندية، بقعد أشهر بدون ما أنه يوفر الرواتب. الشعور اليوم رئيس النادي لما يشوف لاعب كرة قدم يحكي لك أنا معيش طعم أولادي، هاي مصدر رزقي وأنا معيش مصاري. أنا هاي يعني بصراحة للحظة أنا مشكلة. أنا بحكي لك يعني الكل بيعاني، والبيعاني يعني اكثر ناس بيعانون هو اللاعبين، لكن بالنهايه اللاعب بحصل حقوقه، بروح الاتحاد العصري بحصل حقوقه. لكن الوضع بشكل عام زي ما حكيت لك الانديه غير قادره. انا اعطيك مثل، انا الان دفعت تقريبا حوالي يمكن 130 دينار، طب انا بعد شهرين ثلاثه بيجيني كمان ديون 100,000، مش راح نخلص. يعني هذه راح تكرر، لانه هاي تراكمات، مش انه والله السنه هاي او السنه الماضيه او اللي قبلها، تراكمات من سنين. زي ما كان الحل عند المناصير، يعني المناصير يا ما كان في يخصموا، يا اخي اخصم، احنا بنقول لهم بيجيني 100 خصم 50، خذهم خليهم عندك ادفع. طب اليوم في الناحيه التسويقيه، اليوم الاتحاد الكره بيحكي لك اليوم في شاشات في استاد عمان، الشاشات الالكترونيه، الجانب التسويقي اليوم كأندي طلبوا، خليني احكي بصراحه ان بعتوا الاتحاد يعني مشكور، هاي الموضوع عنات كان جيد، لكن احنا بنعرف شو الاتفاقيه ما بينهم ما بين اللي بدير المنظومه. لانه في مثل هذيك اليوم بيقولوا لي انه اتصلوا ناديين، اتصلوا في شركه، نعم، لقوا انه بيطلب مبالغ بالعلالي. فما في، اذا بتلاحظ ما في اعلانات، اعلانات فقط اللي هي الاتحاد اللي بحطها، ما في دعايه. اليوم كنادي انت اليوم شباب الاردن لك مباراه مع النادي الفيصلي او الوحدات، مباراه جماهيريه ومباراه بيتيه على ارض شباب لو الاردن، بدي اطلب منه اليوم. لو بدي اروح اطلب منه احط، بده يطلب مني مصاري. طب ليش ما الاتحاد الاردني يعملها؟ يعمل. أيوة. ليش ما الاتحاد، انت بترجع لشركه اليوم، ترجع لشركه انا، فليش ما الاتحاد الاردني اللي هو عنظم الاتفاقيه يتفق انا وياه الاتحاد اللي بحط الاعلانات ويبيع، يعني الاتحاد يسوق الاعلانات بالملاعب ويعطينا جزء منها، طالبين يا شيء يعني. وهاي هي الفكرة أصلا من وضع الإعلانات، بس إحنا لحد الآن ما حقنا إيش. وأنا ما بلوم الاتحاد كمان، يعني خليني ما بدي أحط اللوم كل الاتحاد، إحنا بنحكي على بنية تحتية، الحكومة مقصرة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وزارة الشباب موازنتها ضعيفة، لما تكون أنا بذكر أنا مخصصات مليون دينار صيانة الملاعب، أي شو بتسوي ملاعب. صندوق دعم الرياضة للأسف تم إلغائه مع إنه بدخل الخزينة منه ملايين دنانير، لو ظلت هاي للدعم الرياضة أني بقول راحت على اللجنة الأولمبية، لكن جزء منها بروح الخزينة، بدل ما تروح الخزينة أعطوا الأندية وراقبوهم احنا مش طالبين، راقبوهم دول المحاسبة يا أخي، ما في مشكلة ما دام تعطينا مصاري راقبني.
اما يعني هو ليش مع السلام خير اليوم نتحدث عن ان حكومه عن توجه لدوله في دعم الرياضه، اصبح في عصر الاحتراف اليوم ما بنسمع يعني انه في نادي بطلب من الاتحاد، الاتحاد غير ملزم بدعم الانديه. يمكن حكيتها في احد الحلقات وعاتبتني انت قبل سنوات على هذا الموضوع، حكيت انت اليوم منحاز لاتحاد الكره، انه اليوم ما عاد اليوم انا النادي يتعكز ويعتمد على الاتحاد. والله انا كنادي اليوم تعاقدت وكان في عندي صفقات مضروبه مع لاعبين محترفين لم يقدم المطلوب، انا اجي اليوم اطالب الاتحاد بدي دفعه ماليه ارجع العجز هذه الصفقات. اخي ليث، ما في بالفيفا بكره قدم طالب دعم حكومه، اصلا هذا مخالف. مخالف صحيح. احنا بنحكي انه لاقي اليه، اعطيك مثل قانون ضريبه الدخل لما اقر حاولنا انه يصير في اعفاءات للشركات اللي ما في تعاون كان، فاعطيني باب للانديه تطرقه الان لو 12 نادي موجودين بده اشكلوا رابطه تروح على الشركات مش هيك؟ راح اول سنه اعطوهم وبعدين فكرك بيستمروا؟ وضع الاقتصادي سيء، فليش تحمل انا العبء اذا وضع اقتصادي سيء ما في دعم ما في رعاه؟ طب ليش تحملني مسؤوليه كامله؟ تعاون معي لاقي اليه يا اخي باي طريقه، انا يعني لازم نلاقي اليه لانقاذ الانديه. اذا كان النادي يتحمل مسؤوليه حمله مسؤوليه، لا تحمل المنظومه كلياتها. فاحنا هاي اللي بدنا اياه، بدنا اياه لازم يعني احنا الانديه في خطر، يعني الانديه في خطر. يعني اعطيك مثلا الاولى والثانيه مش حكومه الدعم الاتحاد اللي بيعطيهم اياه هو اللي بيجي مليون ونص ترى من يعني اللي بيجي من الحكومه. يعني لايمتى بدك تدعم مثلا انديه؟ بدك تلاقي اليه، بدك تلاقي ما يعني ما يعني ما في حلول. والانديه زي ما قلت انت شركات بتدعمها، طلع بالمغرب العربي كيف كلها بنوك كلها شركات صحيح. طلع بمصر، طلع بالسعودية، طلع بالإمارات، وحديثا العراق أصبح فيه اهتمام طلع كبير. يعني حتى بسوريا صار مركبين الفار قبلنا. يعني في أمور كثيرة والمنظومة يعني فيها خلل، نتمنى أن نلاقي آلية خاصة الآن في هذه المرحلة في موضوع المنتخب الوطني وإن جات تحققها، أنه إن شاء الله المنتخب يعني إذا استمر، وهذا اعتقد انا انه راح يكون في شويه تعاطف مع المنتخب يؤدي لتعاطف مع الانديه ان شاء الله، وهذا ما نتمناه. موضوع الفار الحديث مع مرحله الاياب خلال هذا الموسم في احتماليه لا 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 ما مش ممكن صعب. ليش؟ عندك ثلاث ملاعب بدك تركب فيها، وعندك بدك يعني بدها فلوس، الاتحاد عنده فلوس يدفع نص مليون دينار. لا اليوم يعني البعض يقول بان مشكلة تطبيق الفار هي أيضا البنى التحتية، بعض الملاعب غير صالحة لأنه اليوم تكون في كاميرات ترصد كل الحالات. في بعض الملاعب جاهزة، في ثلاث ملاعب جاهزة يعني مثل ما تحقيق العدالة. بس ما بتقدر بالضبط، ما بتقدر تعمل ثلاث ملاعب وترك الباقيين. صحيح. يعني صعب. يعني أنا بعتقد موضوع الفار يمكن صعب، بعدين أنت الفار بيجي معاه مش موضوع مش حكم واحد. يعني أنت تخيل أربع ملعب على الفار بدك تكون أربع حكام، أنا ما بعرف قديش عدد لكن بطلع مرات بنشوفهم أربعة خمسة قاعدين. فانت هذا كلياته كلفه ماليه، منين بدك تجيبها؟ صحيح. يعني كلفه سنويه. احنا لما نصير دوري محترفين ويصير دوري شركات، دوري ايش ما كان، يعني يكون في طعم لهذا الدوري، ساعتها يعملوا فار. اما انا يعني ما بعرف الان في اولويات احسن يعني اكثر من الفار. نتمنى ان يكون الحال افضل. يعني الكلام اصبح، انت تحدثت قبل قليل انه من سنوات لم تظهر للإعلام، لم تتحدث لا جديد ما في جديد. يعني بصراحة أنا بقول لك، أنا يوم أنت ما حكيت أنا مش أحكي على الاتحاد ولا مشاكلنا، يعني قادنا الحديث كنت أحكي على موضوع شباب الأردن. يعني إحنا عانينا زي ما كل أندي بتعاني. صحيح. يعني إحنا يمكن هلأ المرحلة هاي نفدنا، لكن أنا بقول لك بعد شهرين ثلاثة يمكن شيء على الدين كمان 150 ألف ليرة 200 ألف ليرة ما مش راح تخلص. هاي دائرة ما ماشية للأسف. يعني طب شباب الأردن، ونعود لشباب الأردن والفئات العمرية، وشباب الأردن مدرسة يعني من الأندية اللي بنمت عد الجزيرة الرمثند، شباب الأردن أيضا من الأندية اللي قدمت مواهب كثيرة، وأصبح نادي شباب الأردن دائما نظرة الأندية التي تريد أن تحقق الألقاب على المستوى المحلي بتوجه لنادي شباب الأردن. في والله شوف، أنا موضوع الفئات العمرية يعني للأسف أحكي لك بالعكس في تراجع شوي صغير هنا عنا صار خلال سنتين الماضيات. يمكن إحنا يمكن ما يميزنا إنه نأخذ لاعبين مطلع مع الفريق الأول، فبين انه احنا منظومتنا صحيحه. لكن انا بحكي لك بتعمل مسؤوليه فئات العمريه خلال السنوات الماضيه شوي، خلال السنتين الماضيات نتيجه العبء المالي على النادي وهذا اثر على الفئات العمريه، لكن الان احنا بدينا باعاده النظر ان شاء الله الامور تكون افضل. في اليوم الاستراتيجيه والبرنامج اللي وضعه الاتحاد في الفئات العمريه والله بتشوف افضل اليوم، يعني ممكن الدعم يوصل ل 80 ألف دينار بدل ال 1000 دينار الكامل. والله انا لحد الان بصراحه هذا نحط عليه قدامنا بالهاي
ما عندي وجانا يعني صراحة ما اطلعت عليه أنا يعني بالتفصيل، لكن إذا كان هذا الموضوع إنه النادي بيحصل قد إيه، وأعتقد إنه أشك إنه حصل 800 دينار بالسنة. هي على مدار اللي هي كان فيها نقاط انه في أنا خلال ثلاث او اربع سنوات ممكن يكون حصل ال 80,000 يعني ممكن بالعكس يعني، وهذا الشيء بالعكس مبادر بشجع مبادر عليه انه اليوم النادي اللي بيهتم في الفئات العمريه انه يكون دعمه بشكل مختلف عن بقيه الانديه. لا مبادره كويسه يعني بتمناها، انا شفناها لما سمعنا من الاتحاد الاردني بالخلوه تم شرح الموضوع، بس لكن كان ما كان في تركيز كثير، والاتحاد بعث لنا اياه بصراحه انا كرئيس نادي ما اطلعت عليه بالتفصيل، معني انا بهتم بالفئات العمريه لكن هاي في هاي المرحله ما يعني ان شاء الله. اللي لحظة مع سليم خير شعرت بالملل، ابتعدت عن اجواء النادي او متابعه شؤون الفريق؟ والله شوف يعني يمكن انا بختلف عن الرؤساء الثاني ان هذا النادي انا تعبت عليه، يعني انا جيته صحيح وهو تراب ما في يعني نجيت جهود انا واعضاء الاداره وصلنا لنادي صعب تتركه، يعني انا ما بدي اطل طول عمري رئيس نادي، لا بتمنى الان لو يجي رئيس نادي ويستلم ويصرف على النادي بكره بكون عضو مجلس اداره معه، لكن في بعض الاحيان طبعا صرنا من ملل خلال السنوات. انا من طبعي بحب انافس، ما بحب انا كمان نادي حصل على كاس الاتحاد الاسيوي وحصل بطولات دوري مرتين وكاس وكاس كؤوس ويعني بطولات كبيره رغم يعني صغر سنه، لكن صعب جدا حبي لهذا النادي اني امل واترك يعني، لكن الا اذا كان في انتخابات قادمه قررنا نرتاح ايش ثاني في حال يعني كان في شخص قادر على انه يشيل. بتمنى انه واحد يكون عنده قدره ماليه يجي واهلا وسهلا فيه، وانا بعد انا واعضاء مجلس الاداره كلهم مرحب فيه ما عندنا مشكله بالعكس. فكره اثناء حديث احد اللاعبين وحديثه عن التحديات والعقبات اللحظه قلت ليش ما انديه المحترفين كلهم اليوم ال 12 نادي يجتمعوا ويقدموا استقالاتهم وتروح للجان مؤقتة من قبل وزارة الشباب ويتفاهم على اتحاد كرة القدم مع وزارة الشباب والحكومة. والله يعني شوف يعني فكرة مطروحة انطرحت أكثر مرة على كل حال يعني باجتماعاتنا، لكن يعني ما راح يصير إشي على الأندية. أنا بحكي لك لجان مؤقتة توت تشهر تدعي الانتخابات تعود نفس الشيء تعود نفس الحالة. ما أعتقد فيه، مش هذا الحلول. هو زي ما حكيت لك نقعد ونفكر كيف حلول، رغم اذا كانت حلول صعبه او سهله لكن لازم يكون في حلول. الحلول بس مش بس للمنتخبات، المنتخبات الانديه الاساس هي اللي بترفد المنتخبات صحيح. سواء الشباب او الاولمبي او المنتخب الاول، هذا كله منظومه مرتبطه مع سوا. وانا يعني بصراحه اقول لك انا كنت عضو مجلس اداره 4 سنوات وشفت سمو الامير اهتمامه يعني بصراحه بالمنتخبات وبالانديه وبالكرة القدم النسوية اهتمامات كثيرة، لكن من يتابع؟ هاي المشكلة احنا عندنا. كيف العلاقة ما بين اهم شيء انا بقول لك برجع بقول شو يجب ان تكون العلاقة علاقة جيدة ما بين الاتحاد والاندية وليس كما هو موجود الان. بصراحة الان العلاقة شوية فيها يعني شوية من التوتر الحساسية مش توتر البرود يعني بطل يعني الاندية ملت والاتحاد مل من الأندية، نلاقي طريقة حتى نوصل لطريقة لإنقاذ المنظومة. المنظومة صعب، تبتحكي على أولى وثانية ودوري محترفين مش معقول يعني كمان صحيح. كيف تتوقع أن يكون شكل بطولة الدوري هذا الموسم وأيام على انطلاق بطولة شوف الدوري. البطولة أعتقد تكون بطولة قوية لأن يعني كل الأندية جابت لاعبين، واللي بيحكي على موضوع أنه والله الهبوط راح يكون مهدد فيه 9 أندية هو غلطان، 12 نادي مهددين بالهبوط. 12 نادي ما بتعرف هذا دوري معقول فيصل احنا شفنا والحسين اللي ضخوا اموال ما بتعرف كيف كره قدم يعني. انا الوحيد النادي اللي طلع الاولى ما هبطش، نادي شباب الاردن الوحيد كل الانديه هبطت ان شاء الله ما نهبط، لكن انا بقول لك الان الفيصل كل الانديه الفيصل هبط كلهم هبط لا هبط اعتقد فيصل ما هبط فيصل طب احنا الفيصل ممتاز فانا بحكي لك انه احنا يعني الدوري حيكون صعب على كل الانديه راح تشوف انت بتقاتل على هبوط النادي اللي فوق بده ينافس على ايش على دوري عندي 8-9 راح تقاتل تنافس على هبوط بقتال احساب مين الاربع الاوائل بنتبه بعض كثير يعني انتقد موضوع تقليص عدد الانديه في دور المحترفين مساله هبوط 4 فرق البعض يقول بانه قرار يعني سيعطي اجواء تنافسيه اكثر في بطوله شوف الدوري خلينا نحكي بصراحه انا كنت مجلس اداره لما بحث موضوع تنزيل الانديه السبب الرئيسي كان زياده دعم مالي
للأندية. طب شو زيادة عمالة قديش؟ 20,000 يمكن تستفيد منه، بدل ما يتوزع 12 نادي بتوزع 10. مش هل هذا كان الطرح. هلا ما بعد طلعت انا وتركت طرح جديد، ما بعرف يعني ليش ان هذا. انا بتمنى انت تجيب ثلاث مدراء فنيين تسالهم اذا كان هذه قرار صح او لا، هني اقدر مني. لكن انا ضد اليوم كل شخص بتستضيفه بتحدث من زاويته. اليوم ممكن الاتحاد منظر بزاويه شموليه لكره قدم اردنيه بشكل عام. اليوم ممكن استضيف احد مدربين الانديه اللي تسعى للثبات راح ينتقد القرار. بلاش تحكي جهاز فني ينافس على بطولات راح يؤيد هذا القرار. بلاش لوكري، في خبراء كثير من المنطقه العربيه. نعم، التليفون مكالمه هاتفيه مع خبير، انا بعطيك اسماء خبراء، سألهم هل تجربه تنزل اربع فرق صحيحه او لا. تقليص. انا بالنسبه لي كنت ضد القرار ومش ضد مع القرار يعني. وحتى يوم ما عرض علينا ما كان اخذ راينا يعني. طب كبنى تحتيه اليوم كموضوع مالي اليوم تقليل ايش المالي؟ اعطيني، خلينا نقول نزلوا نادين. تحكي على الرايع التلفزيون، خلينا نحكي على التلفزيون لما يكون على 10 12 10 انديه ال 900 قديش 96 بده يصير 110. شو يعني؟ طب 20,000 ما بت يعني انت قبل قليل كنت تتحدث بانه الكلفه التشغيليه لو الاتحاد يعطيكم اياها 20,000 تفرق. انا 200,000 كانت 200,000 ما كان عندي 200,000 دخل ثابت من المناصير والتلفزيون. نعم، ما كان في مشاكل كبيره زي الان. صحيح، يمكن حتى في مشاكل كانت يعني مش طالعه زي ما بيقولوا على الارض، كانت متخبيه. لكن ما كانت المشكله زي الان. انت بتحكي كل نادي الان عليه اوضاع لاعبين مش اقل من 100,000 50,000 60,000 يعني مبالغ كبيره. اذا تتوقع بنكون دوري اقوى؟ انا بقول دوري اقوى من السنه الماضيه بكثير، والخطوره على كل الانديه مع احترامي لكل الانديه. احنا شفنا بالدوري السابق نادي الحسين رغم اللاعبين اللي عنده، نادي الفيصل الوحدات في بعض المباريات ما تنفقوش فيهم. طب توفقش اليوم مباراه والاسبوع الجاي بك خسرت 6 نقاط. يعني الموضوع خطر على كل الانديه مش على 9 انديه او 8 انديه. هلا الخطورة أكثر على الأندية التحتانية مزبوط، صحيح، لأن وجود لاعبين يعني كفاءة عندهم أكثر، لكن هاي كرة قدم ما بتعرف كيف الدوري بيصير. صحيح، وتنساش كمان أنت عندك توقفات راح تصير، اللاعبين ما بين المنتخب ما بين هذا كلها راح تأثر على الأندية الكبيرة. مش راح يكون يعني ممكن يكون تأثير سلبي أو إيجابي ما بتعرف. صحيح، نتمنى أن يكون حال أفضل. الكل متحمس صحيح للموسم الجديد. الأندية تعمل رغم كل هذه التحديات هذه العقبات، إلا أنه اليوم في دافع لظهور الأندية بشكل أفضل الموسم. بس هو المستوى الفني ما راح يكون في البداية مستوى فني جيد، يعني راح يكون الريتم بطيء، ريتم دفاعي أكثر من هجومي، الخوف من الإصابات. إحنا عندنا مشكلة إنك أنت بتحكي بتعد لك ما فترة قليلة بالإعداد يعني. فترة قليلة. مشكلة بعد الاتحاد الأردني بتعرف خلصنا الكأس، انتظر شهر ونص حتى بلغنا الدور بشهر 8، فهاي الفترة ما لا يمكن احد يقدر يعد فيها. طب هاي الفتره معالي سليم خير، يعني اذا بنتحدث اليوم يمكن نتحدث وحدات حسين، شباب الاردن خاض كاس اردن كأس. لكن اغلب الفرق 6-7 عندي تقريبا من 25-5 قاعدين بلاعبينهم. وفي عندي اللي ما وصلت للمشهد الختامي ايضا فتره طويله كانت باي موسم في راحه سلبيه. نعم، 25-5 خلصوا، المفروض يرجع 25-6-5-7. طب ما كان عندهم خبر، يتفاجئوا بعد شهر ونص المدرب 8-8. يعني لو كان في خبر من الاول كان لو كان أفضل. في خبر من اول كان غير، كان الانديه مع انه لو كان الخبر من اول 8-8 كمان خطا فنيا. يعني انت اللاعب كيف بده كيف يعني؟ طب انت اطول موسم 16 شهر، 14 شهر دوري و 20 اعداد، 16 شهر اللاعبين ما يرتاحوا شهر ونص. صعب يعني. يعني انا هلا بقدر موقف الاتحاد ما يتعلق منتخب والجهاز الفني، يعني عنده كمان يعني كاس العالم شيء يعني بدنا اياه احنا، لكن كله تضرب مع بعض. اكثر ضررا للضرر هي الانديه احكي بصراحه يعني. وان شاء الله يعني ان شاء الله ما يكون في عنا معظم الانديه الخوف الان كل مدربينا من الاصابات اللي تعرضها للاعبين. مباراه وديه ما لعبنا، يعني احنا لعبنا مباراه واحده، الانديه لعبت مباراه ومباراه، يعني عندنا حققت الفوز 1-0. بس هذا لا يعني شيء بالوديات. ايضا يعني يوم الغد الفيصل الوحدات بجددوا الاتفاقيه مع امنيه، وايضا من 400,000 90,000 يعني مشكله زي ما صار. انا كنت اورنج 250 صفيت 20. نتمنى ان يكون حال افضل والله. ممكن اليوم يعني
تخجل اليوم أنه تتحدث بمشاكل كرة القدم الأردنية اللي أصبحت في لحظة من اللحظات حديث الشارع العربي، وأيضا الحديث كان عالميا عن نجوم كرة القدم الأردنية. اليوم موسى التعمري سجل واحد من أجمل الأهداف. من منجزات كرة القدم الأردنية يكون عندنا لاعب بحجم موسى التعمري وضع اسم كرة القدم الأردنية على الخارطة، وهو أيضا من مدرسة نادي شباب الأردن. فاليوم كرة القدم لما تتحدث بمبالغ يعني نخجل أن نذكرها على الهواء ما بتساوي راتب للاعب في الدول العربية المحيطة. نتمنى أن يكون هنالك نظرة من قبل الدولة الحكومة في المسألة. أشوف أخي ليتا رغم شح الإمكانيات، إمكانيات قليلة زي ما حكيت أنت، اللاعب الأردني أثبت حاله. تخيل لو هناك في دعم عند الأندية، شو يعني الحكومة لو أعطت دعم للأندية 3-4 مليون دينار؟ أحكي بصراحة. واليوم جمهورنا، واليوم جمهورنا في نهايه المطاف بيلوم اللاعب، يقول لك تطلع وتحترفوا مع اي نادي، يعني وين بده، شو بده يعمل اللاعب، وين بده يروح، وين بده يروح، ما يعني شو بده يعيش اذا الانديه بتدفع رواتب وما في ريع. انت بتحكي ريع انديه، تخيل انت انسى فيصل وحدات الامنيه بيعطيهم، تخيل 100,000 دينار 70,000 دينار، كل نادي دخله 100,000 دينار الثابت. يعني انا لو ما عندنا ايجارات ملاعب، ايجارات ملاعب عندنا شويه كم من شغله بتدخلنا، ورغم هيك يعني يلا ماشيين. يعني نتمنى التوفيق للأندية الأردنية، نتمنى التوفيق لنادي شباب الأردن، سعيدين بوجودك معنا على سنتين رئيس نادي شباب الأردن، نتمنى التوفيق لكم إن شاء الله في بطولة الدوري. ومع ختام هذه الحلقة شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، تحية مني لكم وأنا لكم.